شوف الأخ ياسين، قبل ما نجاوب على السؤال تاعك، نقطة مهمة في لا دوزيام كونفيرونس دو باريس هذه، لا فاموز ريبوست هذه، لاغريسيفيتي هذه تاع بالماضي، شغل انا نعطي له لي سيركونستانس اتينيونت. علاش؟ باسكو سي كيلكان كي ديفيني لي راجل، قال لك الصحافة نتعامل معاها باحترام، ما فيش مشكل. بون لا فوت سي انو زانكوم، حنا لازم نحترموا روحتينا باش يحترمونا الناس. راني نقول لك ماشي غير بالماضي يضرك لي ساعه بروبليم. روح تشوف لي ريزو سوسيو، روح شوف لي ريزو سوسيو، سي فري. انت درك انا ندير كونفيرونس حتى مع مدربين سابقين بكل صراحه، يعني ننتقدوا انفسنا كذلك. انا نجي ندير كونفيرونس باريس على الماتش تاع لاكيني لاكومبي، ياك سقسيني على الماتش تاع لاكومبي، ما تخرجليش من الموضوع. كاين بعض الصحفيين هذو يروحوا يكوفريو بار اكزومبل تاع المعاملين الاقتصاديين، كونت يبريزونت ان نوفو برودوي يبوزيو على النوفو برودوي. انا حضرت في وقت الوراوه، كان يدير كونفرنس بريس مع متعامل، هذاك يدير كونفرنس بريس، ومن بعد كاين بعض الصحفيين يبوزيو له لا كيسيون الوراوه على ليكيب ناسيونال، اللي ريكادري يردهم تمتم، يقول لهم ما تجيناش نهضروا على ليكيب ناسيونال، جينا نهضروا على البرودوي هذا. صحيح، هذه ديجا قلة احترام بالماضي، فهمتني؟